مرحبا بكم من مدينة دبلن في أيرلندا. شهدت السنوات القليلة الماضية عدة فضائح سياسية تتعلق بتجسس الحكومات على المواطنين ومراسلاتهم على شبكة الإنترنت. سنتعرف اليوم على تطبيق يدعى ويكر، وهو متخصص في رفع مستوى الأمان في المراسلات الشخصية وتشفير هذه المراسلات وحذفها بعد مدة قصيرة من إرسالها. أعطنا فكرة عن هذا المفهوم الذي تعملون به. ويكر برنامج للمحادثات يمكنك من إرسال نصوص وصور ورسائل صوتية. الأمر المميز هو تدمير هذه الرسالة ذاتيا بعد فترة يحددها المستخدم. نحن نستخدم نظام تشفير عالي السرية، وهو نظام سهل يناسب الاستخدام اليومي كطريقة تواصل رئيسية. ماذا تقصدين بأن هذه الرسالة تختفي بمرور وقت معين؟ هل تختفي فقط من شاشة المستخدم أم أنها أيضا تختفي من كافة الأماكن؟ عندما تختفي الرسالة فإنها تحذف من الأماكن كافة. نحن كشركة لا نستطيع رؤية الرسائل، هي تنتقل كرسائل مشفرة وتظهر فقط على شاشة المستخدم. لدينا مفتاح فك التشفير تنتهي صلاحيته في الوقت الذي تحدده. كما يحوي ويكر على أداة لتدمير الرسائل الموجودة في سلة مهملات المستخدم لضمان أن تكون الرسالة قد حذفت. ما مدى أمان هذا النظام الذي تطورونه؟ أنا هاكر وأعرف أن ليس هناك نظام آمن 100%، ولكن ويكر هو النظام رقم واحد في الوقت الحالي. نحن الوحيدون الذين نعمل بطريقة Zero Day Attack، كما أن لدينا أكبر ميزانية لمنع الاختراقات، ما يجعلنا أكثر أمناً. هل تعتقدين بأن الحكومة الأمريكية مثلاً أو الحكومة البريطانية أو غيرها من الحكومات قادرة على التنصت على المراسلات ما بين المستخدمين على هذا البرنامج؟ لا، لا تستطيع الحكومة الأمريكية أو غيرها من الحكومات رؤية الرسائل، ولدي إثبات على ذلك. عندما تم اختراق نظام البريد الإلكتروني لشركة هاكينج تيم التي تعمل لصالح حكومات عدة حول العالم لاختراق بعض الأنظمة، وذكروا في مراسلاتهم البريدية أن دولاً دفعت لهم أموالاً لاختراق نظامنا، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك. أنت أول ضيفة نسمح لها بارتداء نظارات شمسية، لماذا أنت تستخدمين هذه النظارات؟ شكراً. حتى اليوم لا توجد أي صورة تظهر عيني على الإنترنت. قد يعتبر كثيرون أن هذا الأمر مبالغ فيه. أعتقد أن هناك درساً مهماً هنا، هو ضرورة الحذر بشأن ما تقوم بنشره على الإنترنت. كلما قلت المعلومات المتوافرة عنك على الإنترنت، كلما زاد أمانك الشخصي. إذن كان هذا ويكر الذي يساعد المستخدم على تشفير مراسلاته على شبكة الإنترنت. سنتعرف اليوم أيضاً على جهاز طبي يستخدم تقنية المعلومات لطرد الآلام. قمنا ببناء هذا الجهاز الذي يمكن أن يستخدمه أي شخص للتحكم بالألم عبر الإشارات الكهربائية. قمنا بتضمين كافة خواص العلاج بالإشارات الكهربائية المعتادة في تطبيق على الهواتف الذكية. يستطيع الجميع استخدام هذا الجهاز. عليك اختيار العضو الذي ترغب في العناية به وطبيعة المعالجة التي ترغب في القيام بها، سواء للتقوية أو إدارة الألم أو للاسترخاء. هذا ما عليك القيام به، ثم تضغط على زر التشغيل. تختار البرنامج الذي يتناسب مع احتياجك ويعطيك نبذة عن الأثر ويرشدك لمكان وضع الوصلات على جسمك، ثم تبدأ التشغيل. هذا هو الجهاز، والذي يبلغ وزنه 25 غرام مقارنة بالأجهزة الكبيرة والمعقدة الموجودة في المستشفيات. بإمكانك وضعه في جيبك والسفر به.
تقوم بلصق هذه الوصلات بالعضو الذي ترغب معالجته وتوصلها بالجهاز. هذا هو الجهاز وهذه هي الوصلات التي تكفي حاجة المستخدم لثلاثة أشهر. لدينا هنا كافة الوصلات الضرورية. هذا الجهاز يتخصص في إزالة الألم من الجسم عبر إرسال إشارات إلى النظام العصبي لإيقاف الألم. إن تطبيقنا يسمح لك أيضاً بالقيام بتمارين معينة تخدم نظام الحمية الذي تمارسه، وبذلك تزيل سبب الألم.